عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب، ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي، وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أول صحيفة 92، التحذير. من ارتكاب المعاصي؟ لا، التحذير من أعظم من ترك المعاصي. شو في أعظم من ترك المعاصي؟ المعاصي كمجملة، كل شيء إثم ومعصية، في أعظم منه وعقوبته أعظم. كل المعاصي إذا أعرض وأعلن التوبة تاب الله عليه، أما الذي هو أعظم من المعاصي هل له توبة؟ ما الذي أعظم من المعاصي؟ الغفلة عن الله أعظم معصية يرتكبها الإنسان. والعلاج من الغفلة الذكر، فإذا إنسان غافل وذكر، هل تكون غفارة له؟ فإن الحسنات يذهبن السيئات، ممكن يكون الذكر تصحيح للغفلة، العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، كل عبادات. أعظم العبادات أيها؟ الذكر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصوم والصلاة والزكاة والحج، أمر طبيعي. أبو أحمد، إلا الذكر طلب أن يكون كثيراً،
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما بشي رب العالمين طلب منه الكثير كذكر الله تعالى. صح لهون؟ إن الذكر هو من أنفع العبادات وأعظمها، والغفلة عنه خطأ كبير وذنب لا يقدر. الغفلة عن الذكر، وخطر على قلب العبد، فليحذر المسلم من ترك الذكر، وليجعل لسانه رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهون كلمة رطبا، هل المقصود يعني باللسان يشرب مي؟ معنى كلمة رطبا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهون معنى الرطوبة، الرطوبة سائلة أو جامدة؟ الرطوبة كل شيء رطب، جامد ولا سائل؟ أخي البوضة جامدة، إذا تركت البوضة فترة زمنية بتتحول إلى سائل، معناه مو جمود الأصل، هذا جمود الاعتراض. أما الأصل هو سائل. وحياة الإنسان بماذا؟ بل حياة الأشياء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الزرع يحيا بالماء، ويتغلب عليه اليباس بانقطاع الماء عنه. فرطوبة الزرع بالماء ورطوبة اللسان بالحركة بإسم الله. لماذا سمي ذكر الله رطاب؟ الكلمة منين جيت؟ وهل لوجودها أصل؟ بالصيف الإنسان شو بفضل؟ الرطب. بالشتاء بتفكر الجفاف؟ لا، الرطب أفضل. لو كانت الدنيا برد والشبابيك مسكرة، منشق الشباك شوي لنشم ريحة الهواء الرطب هلي برا. صح كلامي؟ وخصوصي إذا واحد قرب، ما بصير تكون الشبابيك مغلقة والأبواب مغلقة، لازم يكون في شباك للخارج مفتوح لتبديل هواء الغرفة، لحتى بدل ما يطيب 15 يوم يطيب في أسبوع. شعل الصوبيا وافتح الشباك. اللي عم بحكيه علم أنا، اللي أنتوا عم تسمعوه هذا علم، هذا علم الحياة. فاجعل لسانك رطبا من كثرة ذكر الله،
وما أمر الله بشيء كثير إلا ذكر الله، وما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير إلا من اللبن. اللبن في الأصل أنتوا اسمه عندكم حليب، بس هو اسمه في الأصل لبن، واللبن اللي أنتوا بسموه لبن اسمه لبن رائب في أصل اللغة. الحليب اسمه لبن والرائب اسمه لبن، لذلك البقرة بتطالع لبن من الضرع. الضرع يعني ثديها بيطلع منه لبن. اللبن إما بحط له روبي بصير اسمه رائب، أو بتخليه على ما هو عليه اسمه لبن. نحن بالاصطلاح الشعبي تبعنا سمينا اللبن حليب، ما بنعرف اسمه لبن، نعرف اسمه حليب. ما هيك اسمه عندكم؟ كل شيء الله أوجده في الحياة، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا فيه، إلا اللبن قال وزدنا منه، يعني ما بكفينا كاسة حليب، يكونوا سنتين معلشي، يكونوا ثلاثة معلشي، يكونوا أربعة معلشي، ما له ضرر على جسمك لأنه هذا صنع الله. وهل يضرر على جسمك كبير هل هو صنع الإنسان. المشروبات الغازية بشكل عام كلها مؤذية، نشربها مع الأكل، عضة من الساندويشة وشربة مية غازية، بيعمل تلبك بالأمعاء، بعد فترة الزلمة بتدعش بالمستشفى، تعجز الأطباء عن معالجته. تلبك في الأمعاء، فإذا حدا أصيب بهذا لا يروح على المستشفى ولا يحط مصاري، أنا بداوي بيته. وليكن أستاذك الخروف والبقرة والدونكي والفرس، مين منكم بيقبل أن يكونوا أساتذة له؟ مين بيقبل يكون أستاذ الخروف؟ أنا أستاذي الخروف، وكل هذه البهائم أساتذتي. بإيش؟ متى شعر أي تلبك بالأمعاء، سواء إمساك أو إسهال، الضراب عن الطعام ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام ترجع الأمور طبيعية. معناها هذول دارسين ومتعلمين أكثر مني أنا، لذلك أنا بقتدي فيهم. والذي علمهم علمكم، لكن أنتم اعتمدتوا على الأمور الموجودة ما اعتمدتوا على الأمور الحية. هن اعتمدوا على الأمور الحية الربانية. طعمي خروف شوية رز أو بقرة أو حصان أو بغل بيأكل؟ ليش ما بيأكل؟ لأن الرز في بلدنا مؤذي، برا بيأكل رز،
بس بياكل الرز بيقشره، ما بياكله مقشر. انتوا بتاكلوه مقشر، ما بتاكلوه بيقشره؟ في حدا منكم بياكل رز بيقشره؟ شو غاية القشرة؟ قشرة البطاطاية بتعمل إسهال، البطاطاية بتعمل إمساك. بتاكل البطاطاية بقشرتها ما بتضرك، بتقشر البطاطاية بتعمل معك إمساك. متى صار إمساك؟ لحي، إن كان بتلحي أدوية إنها تطري لك معدتك. فالحليم العليم جعل تحت قشرة التفاحة ما أنت بحاجة إليه، ومنشط حيوي تحت قشرة التفاحة. بتقيم القشرة واللي تحتها بتكبون، بتاكل اللبس، بتاكل عبارة عن مي سكر مجمدة، ما بتعرف تاكل. أما لو أردت أن تأكل حسن الطعام، حسن الطعام تأكل الصنعة الربانية قبل الصنعة الحيوانية. وكل شيء تأكله في هذه الحياة حيواني، السمن واللحم والبيض واللبن كله حيواني. الآن العلم الحديث أثبت أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على المأكولات الربانية قبل أن يعتمد على الحيوانية. هذا مو بلدنا، أوروبا وأمريكا بيقدموا بالطعام الفواكه على الطعام، والقرآن علمنا قال وفاكهة وأبا. تأكل الفاكهة أول بعدين تأكل اللحم والغذاء. أنا ما صدقت، كل الناس تأكل الأكل أول بعدين فواكه. قلت والله لأعمل تجربة، ومن جرب المجرب كان عقله مخرب. جربت 3 أشهر، الفواكه قبل الأكل، واصطلعت الفواكه أولاً تنفش بتعبي المعدة، ما كان الواحد ما عاد يأكل كتير، والأكل بعد منه صار مهضوم. ب3 أشهر نزل من وزني شي 6 كيلو فقط بالتنظيم، الفواكه قبل الأكل. مين منكم بيعرف يأكل بردقان يرفع أصبعته؟ تعرفوا تأكلوا بردقان؟ شيخ محمد السلام عليكم، تعرف تأكل بردقان؟ أنا أظن ما فيكم حدا بيعرف يأكل بردقان ولا البطيخ. والله قلنا عم ناكل، شو رح جبنا يعني فن جديد؟ البردقانة القلب تبعها عبارة عن مي وسكر،
وفيها فيتامين سي. إذا واحد مقرب لازم يكتر من أكل البردقان. لكن نسبة الفيتامين سي بالبردقانة كلها أكثر أو بالقشرة أكثر؟ أنا قرأت كتاب بالـ47، عنوان الكتاب القشور أو القبور. القشور أو القبور، فيقول في الكتاب الحمير والبغال أقوى من الإنسان. لماذا؟ قال لأنهم يأكلون القشور ويدعون للإنسان اللباب الذي لا غذاء فيه. هذا الكتاب مو شغل الشام، هذا الكتاب شغل أوروبا، وأظن هلا موجود. القشور أو القبور، لو كنا نعرف ناكل البردقان، أنا كنت فوت على البيت لقي البردقان مقشر محطوط بالنملية والقشر كله أولادي بيأكلوه. هيك تعلموا من أبوهم، بيأكلوا القشرة بيتركوا البردقانة. بل دعيت مرة لحفلة فيها ببيت المحافظ وضباط وعساكر جايين على حفلة مولد، قلت له أنا راح أساوي لكم شاي. ساوينا شاي، أشرت كرمنتينا، لقيت تنتين كرمنتينا أشرتهم، حطيت قشرهم غليتهم وصقيتهم. لك والله شي طيب، شو هاد؟ بعد ما خلص وشرب بدك تحكي لنا شو هاد؟ والله شي طيب. قلت له إن أنا ما لقيت شي أغلي لكم إياه، وحبيت غير قاعدة الشاي الأحمر سويت لكم شاي أخضر. يا أخي شربانين نحن شاي أخضر؟ هن مو طعم الشاي أخضر. قلت له إن أنا حطيت من الزبالة بالإبريق، كلهم شخصيات، لكن سبحان الله الشخصيات الكبيرة بيصير عندها إدراك أكثر من الشخصيات الصغيرة، بيحكموا الأمور. أحدهم تعال هون بدك تحكي لي شو أكلتنا، لا تقول من الزبالة، مو صحيح. تقول الله وكيلكم من الزبالة، قال لي أنا صقيتكم يا أنتم بتكبوه بزبالة. هات يا ابني الإبريق، كشفت لهم الإبريق وأذ إشر كرمنتينا، ما كلكم بتكبوه بزبالة؟ قال والله نحن بنكبوه بزبالة. شو رأيكم؟ قال والله شي طيب. تنا إذا من الآن فصاعد ما عاد نكب ولا عاد ندفع من جيبتنا حق الشاي، صار الشاي عنا بوسط بيتنا ما مكبوه. وأخذت قشرة وأكلتها، قال لي هاي مغلية ريح مرارة، جبت واحدة أشرتها وأكلتها. أنا باكل القشور وباكل من القمح القشرة، ما باكل اللب قدر ما باكل القشر. مين منكم بيعرف ياكل بردقان؟
البطيخ الأخضر، يعني البطيخة بيروح نص قشر، البياض بنكبه ناكل الحمار، الحمار ما يسكر ما بشي. البياض له ثلاث وظائف، أول واحدة بيعمل إدرار، ثاني واحدة إذا عندك رمال بسوء الرمال، ثالث واحدة القشرة البيضة فيها نوع من الحمض بينزل الأسيدوريك، هاي وين متلاقوا القشرة البيضة تاكلوها بصير هذا. القشرة الخضراء كل إنسان بحاجة إلى 25 غرام ألياف يومياً، فالقشرة الخضراء صبية ألياف بتحارب الإمساك وبتعمل لك الإمساك ليونة، في شيء من قبل؟ هل تعلمنا من الإسلام ما تعلمه الأوروبيين؟ ذكر لي شخص من الجامعة سافر لأوروبا فعم يطلب يتعلم علم الروح ليرتقي به، بدي اشوف شو في عندهم بضاعة. بأوروبا بعثوه على الهند وكلفوا المدرب يرعاه ويعلمه، بعد ما بينتهي علم بيرجع لعندهم بيدرس المادة. ماذا نتوقع؟ العالم الروحي هل بدي علمه؟ شو بدي علمه؟ حكالي قال لي أول مرحلة قبل الفجر بساعة فيقونا، لوين؟ على المشي. قال لي كنت أشعر شلون أنا أجي ماشي على الجامع قبل الفجر ولحق صلاة الفجر مع الشيخ، بعد المشي عنا أعمال رياضية، حركات رياضية من شان الجسم يتم شوية في حركة ما في جماد أول، بعد الحركات الرياضية بتروح بتنام، بيكون صار الساعة 10 بتنام للظهر، الظهر بدك قبل صلاة الظهر قبل أذان الظهر تكون موجود بالاجتماع لحتى تطلعوا على التدريب، والتدريب عندهم كل يوم 5 مرات، ما عندهم صلاة فجر بس عندهم التدريب 5 مرات باليوم. اللي بعد 3 أشهر طلعت بنتيجة روحية، صار عندي القدرة هيمن بروحي على روح جليسي. نحن لو صدقنا مع الله بصلاتنا لوصلنا إلى هذا العلم الروحي.
أنا بعرف بعض أساتذتي كان يقعد مع الإنسان يحكي له شو صاير معه، هذا بعلم الروح، يحكي مع الإنسان شو بده يصير معه في المستقبل عن طريق علم الروح. في قدامك الورطة الفلانية، دير بالك منها، خليك صحيان وعيان، والتدريب على الصلوات الخمس في وقتها. فالإسلام علمنا، لكن مين منكم إذا صلى لحاله بالبيت صلاته كصلاة سيدنا رسول الله؟ يلا يلي يؤدي الصلوات الخمس كصلاة رسول الله يرفع أصواته. أنا الله تفضل علي وحطني على الكرسي يصلي، وعم شوف الناس شلون عم يصلوا. لما كنت صلي إمام ما بعرف شو يصير وراي، عم شوف الناس لما بيسجد ما بيلحق يصل راسه على الأرض، بيرفعه بيلحق السجدة الثانية. ليش كل الأد مستعجل؟ هو ما بيعرف ليش مستعجل، بس أنا بعرف إنه إبليس تبعه بس واقف بين إيدين الله بده مستعجل. والشيطان ما تارك حدا منكم، ولا الشيخ كمان تاركك إبليس، ولا أنا مو تارك حدا إبليس. لاحقه بده يغير له طريقه. كل واحد منكم بيمر على خاطره إنه نحن عم نصلي شو عم نزبيد؟ يلي عم يصلوا، يلي ما عم يصلوا صايرين أغنياء، ونحن لأنه عم نصلي صايرين بقراء. إذا عملنا مثل حكايتهم تركنا الصلاة مصير أغنياء. بيجي واحد بتسأل السؤال بيقول لك أجرب، فإذا جربت بتصير غني من وراء تترك الصلاة وتدور على شغلك متعلم الناس. صلاة ما بيها شيء. مين منكم إذا وقف بالصلاة يناجي ربه؟ يلا اللي منكم يرفع أصواته؟ شو الأسباب؟ لأننا غفلنا عن الله، وما شعرنا بوجود الله. ولو شعرنا بوجود الله معنا حيث كنا لأدينا الصلاة كما كان يصليها رسول الله. مين منكم إذا وقف بالصلاة قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر؟ مين منكم يقرأ هيك يرفعنا أصبعته؟ المشايخ شيخ عبد الحميد وقت تصلي نوافل لحالك تقرأ مثل ما بتقرأ أنت عم تصلي الصلاة الجهرية مثل بعضهم.
معناه تستحق تكون شيخ. أبو أحمد بن نواب بتصلي متوت، أنت بتصلي إمام، ليش لا؟ ما هو الفارق بين الفريضة والنافلة؟ الوقوف بين يدي الله بالفريضة والنافلة، صح كلامي؟ ما هو الفارق بين الفريضة والنافلة إذا أردنا الصلاة؟ أنا ما لي شايف في فرق. في فرق شيخ عبد الحميد. الفريضة مع الإمام هل تصح النافلة جماعة؟ أنا التزمت مع شيخنا الله يرضى عنه، ما عنا صلاة صلى فرادى أبدا، قيام الليل جماعة، السنن الراتبة كلها جماعة، ما في صلاة نوافل تصلى فرادى. فيئ مرتك، فيئ ابنك، فيئ بنتك، قلهم تعالوا صلوا معي، علمهم على صلاة الليل وصلاة النوافل، يصطفلوا، أنا بصلي لحالي ويصطفلوا. أليس هذا واقعنا الذي نحن فيه؟ ترى هل كل أب مسؤول عن أولاده بين يدي الله؟ مسؤول؟ عم تحاول تخلص حالك من المسؤولية بين يدي الله؟ لما عقلهم براسهم بيعفوا خلاصهم يصطفلوا، أنا ما دخلني. الواقع اللي أنتوا عليه أنو؟ ولو ذكرنا الله تعالى حتى إذا جاءت لحظة الفراق فإذا هو ينطق بلا إله إلا الله، قعدت اتفرج على واحد بالاحتضار فاقد الوعي نهائيا، لا بيسمع ولا بيحكي، في حالة الاحتضار، تمام، بيعمل هيك لحتى رفع اصبعته خرجت روحه. لعل البعض منكم بيعرفه، اسمه أبو أحمد حمدي الشالاتي، كان آذن. الصورة كان آذن في المعهد، أما في الحقيقة كان هو يسير المدير. فقير درويش، لكن عند آخر لحظة ارتفعت أصبعته، لو لم ينطق بالشهادة لما رفعت أصبعه. فمين بحب أن ينطق بلا إله إلا الله عند آخر نفس؟ فعليه بدوام ذكر الله. إذا كان لسانك رطب في ذكر الله وتذكر الله على كل أحوالك، هل يستطيع الشيطان يتغلب عليك في هذه الساعة؟
كما ورد مصلي كل عمره بس عند آخر لحظة لما الواحد بيصير في حال النزاع بيصير بيعطش كتير بطقط جوزته بيجي إبليس جيب لك كاسة مي كالمرايا بيسألك تشرب دخيلك هل تؤمن بي حتى أسقيك؟ ليش مين أنت؟ أنا ربك. وفات على الإمام أحمد بن حنبل قال له إذا كنت تؤمن بي لأسقينك. قال له من أنت؟ قال له أنا ربك. قال اخسأ يا لعين إن ربي ليس كمثلي شيء. فبشتى الأساليب بيدخل عليك حتى يفسد عليك دينك. إذا كنت ذاكرا لله لا يستطيع أن يدخل عليك الشيطان بحال من الحالات، وإذا كنت غافلا عن الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ تغلب عليهم فأنساهم ذكر الله. مين هدول؟ أولئك هم الغافلون. يلي ما له برنامج ذكر الله 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 يومي، معناه إبليس مستحوذ على قلبه جعله أن لا يذكر الله. وبيقول له حكم عقلك، هذول اللي عم يغمضوا عيونهم بيعرفوا يذكروا الله كلهم من الصعب، شو عم يستفيدوا؟ الواحد لما بيتجوز بيفرح بعريسته وفرحته بعروسته وبينام هو وياها، بعد قديش حتى يشوف الولد؟ ممكن ثاني يوم أشي عبد الحميد، بعد جمعة، بعد شهر، بده سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة ليجي الولد. فبدك تذكر الله وهلأ تشوف الثمرة؟ ما ممكن. وإذا ذكرت الله لا تقصد أن ترى الثمرة، دع الثمرة لذلك اليوم. أن يوم لما يغلق عليك الكلام والسماع أن يكون قلبك حي بإسم الله. اعمل لي تلك الساعة. حماتي رحمة الله عليها ماتت بالمدينة المنورة، مرة قلت لها اري لي هالورقة، قلت انا ما بعرف اقرا. شو عم تضحك علي؟ قلت لها انا والله ما بعرف انه انت ما بتعرف تقري، ما تاخذيني مشان الله. ما بتعرف تقرا ولا بتعرف تكتب. أمية حماتي، لكن انا ما كنت عاملها معاملة حماية، كنت عاملها معاملة أم.
ناديلا ماما رحمة الله عليها. لما ماتت أعطوني صورتها هي مسطحة وشلون إيدها مرفوعة هيك. هي رخيصة يعني إذا بتحط 100 مليون ليرة سوري بتحصل على ربع إصبعتك في تلك الساعة. إذا لم تذكر الله تعالى لا تستطيع أن تعترف بوجوده في تلك اللحظات. إذن التحذير من ترك الذكر وبيان عقوبة تارك الذكر كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن سبيل الله ويحسبون أنهم مهتدون. لا مال مهتدون ضالين. فكل واحد منكم يحط حاله بالميزان. عندك استعداد تكرس من وقتك كل يوم ربع ساعة نص ساعة خلوة مع الله تعود أنت والله تحاكي ويحاكيك بيحكي معك الله شيخ بشير؟ إذا أعادته وغمضت عيونك بناجيك وبتناجيه؟ بيحكي معك أنت يا أبو أحمد؟ شيخ عبد الحميد بيحكي معك؟ أنت عندك جلسة ذكر يا أستاذنا؟ إذا عندك خلوة مع الله بيحاكيك وبتحاكي. إذا ما عندك خلوة نعرفك عند آخر نفس. كان الله يرضى عن شيخ أمين في حال النزع الشباب حوله قولوا لا إله إلا الله. مين اللي عم يحكي يلي في حال النزع؟ بدل ما يقولوا له قل لا إله إلا الله إلا قولوا لا إله إلا الله. رايح بسيارتي مشوار لقيت امرأة واقفة عم تستنى مركوب ياخدها يوصلها. قضيت شغلي أنا شي ساعة من الزمن ورجعت لقيتها واقفة. قريب من مشفان مجتهد. مرتي معي قلت لها والله أنا شفتها أنا رايح ولا تزال واقفة خلينا نشوف لوين بدها تروح. أختي وين راحة؟ قال والله راحة على بيتي. والله شيخي أنا عم بدور عليك. طلعت بالسيارة من دون لا سؤال ولا جواب. أما وين بدك تروحي؟ قال على المزي. أخذتها على المزي. الطريق قلت لي شيخي دخيلك أبي بالمستشفى وعم نقول قدامه لا إله إلا الله ما عم تطلع معه. دخيلك شيخي شو نساوي؟ قلت له يا بنت الحلال أبوك بالحياة ما كان يصلي شو عرفني أنا؟ لأن اللي ما كان يصلي ولا كان يذكر الله شو بدي أطلع معه؟
لا إله إلا الله عند أخينا بس، وإذا ما طلعت لا إله إلا الله بيموت على الإيمان أو على غير الإيمان؟ أنا ما بعرف، ولحد لا ما تعلمت. كل واحد منكم يفكر لحاله، البعيد عن ذكر الله في نهاية الحياة يجد أثر بعده عن الله أو لا يجد؟ والذاكر لله يجد أثر ذكره لله أو لا يجد؟ قلت لها يا بنتي لا تتعبوا حالكم، سلموا الأمر لله، الله هو بيعرف يدبره، تطلع ما بتطلع انتوا لا تحملوا حالكم، كان من طاقتكم، سلموا الأمر لله، لكن بقناعتكم انتوا عاقبته حميدة ولا وخيمة؟ أنا ما بعرف من هو، بس العاقبة وحيدة ولا وخيمة؟ طالما لا إله إلا الله ما عم تطلع معه، واللي عرفني أنا أنه ما بيصلي، لو أن الغافل عن الله لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين عند آخر عمره، بالنهاية ما بتطلع معه، ولو حاول الشهادة ما بتطلع معه. إذا ما أحيتوا قلوبكم الآن بذكر الله الله الله، لا طريق ولا شيء، لحالك قول الله 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 الله. يا أخي نحن سمعنا إنه اللي بيذكروا الله بجنوا، أنا ذكرت الله وجنيت وفقدت عقلي، الله وكيلكم، أنا فقدت عقلي نهائيا. لو تعرفوني أنا بالطاحون، التسبيح تبعنا مثبت الدين، هيك نشأنا وكليتنا مثل بعضنا، فلما الله شرفني وجابني على الجامع صار عندي تسبيح وصار عندي ذكر الله، وبدأت مع شيخنا عمري 17 سنة بذكر الله، ومر علي أسفار وأمراض، تتوقعوا يوم من الأيام فاتني جلسة ذكر مع الله؟ من وقت كان عمري 17 سنة إلى هذه الساعة، حتى الصلاة اللي كنت صليها قضيتها، لأن كنت صلي مثل ما بصلوا طق 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 طق، كلها قضيتها للتخلص من المسؤولية بين يدي الله، وكان الغاية والهدف أنني سألقى ربي وأسأل عن هذا الأمر. فلذلك كنت أنا شوية عامل إضراب عن آراء الناس، واتخذت الطريق لحالي، وأنا سواق حمير بالطاحون. شو تعلمت؟ جيت لعن شيخنا ما بعرف بكتب اسمي، بعد 5 سنين أنا بجي على الجامع قال لي ابني أنت ليش ما بتكتب؟ قلت أنا ما بعرف لا بكتب لا بقرأ. فكلف شخص يعلمني بابا ماما، بدأت أتعلم عمري 22 سنة، لكن قد ما أنا محروق أنه أنا ما تعلمت وأنا صغير، حطيت عقلي براسي واشتغلت بالعلم. نجحت ولا فشلت؟ أي شيء خلاه بتسأله، حنفي حنفي، مالكي مالكي، حنبلي حنبلي، شافعي شافعي. أما في شيخ يجمع المذاهب الخمسة؟ سمعت هيك شيخ يا شيخ عبد الحميد؟ مين؟ غيري في حدا أندر من نادر. قد أنا ما محروق
من الجهل وبدي العلم، حطيت الكتب، والله افتح الكتاب 400 صفحة ما أعرف النوم لا يخلص الكتاب، وتاني يوم أعطيه لصاحبه، أنا مستعيره عيرة، أعطيه لصاحبه يقول لي شو استفدت من الكتاب، قل له افتح أي صفحة بدك واسألني. ما قرأت قراءة سطحية، قرأت قراءة فهم. وهذا اللي جعلني أنا أعمل مؤلفات، ويمكن المؤلفات اللي أنا سويتها ستبقى بعدي مئات السنين. وإلى الآن ما طلع كتاب حديث مثل كتاب الحديث، يلي منكم قرأوا بيعرف، إذا قرأوا كان عالم بيعرف ترتيب الكتاب. من الإفة لأدانها، عند الله ما في إفة وأدانها، عند الله في إقبال تأخذ نتائج، ما في إقبال صف على جنب. فبأمن من حضرة الله عز وجل يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، تكونوا ذاكرين الله بخلوة مع الله في كل صباح وفي كل مساء، حتى لا نغيب عن الله في ساعة الاحتضار. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل ألسنتكم رطبة بذكر الله، وأن يجعل قلوبكم حية بإسم الله، حتى تلقون الله غدا وهو عليكم راض إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. صار الوقت. فاعلم أنه لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه تهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت بسببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم، رحمهم الله، أنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك، حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني لفظي قرآني.
وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي وكلام نبي فوزي ورشادي.